على مسرح لو جران ريكس بباريس التقى السوبر ستار راغب علامي جمهوره من مختلف الجاليات العربية بحفل رائع سجل خلاله نجاح ضخم. أنا كل حفلة بعملها بباريس بحلم. هايلايت والزميلة رنيم أبو غزام التقت راغب على هامش هالحفل، واللقاء بينهم بلش بمنتهى العفوية. كيفك مع بردات فرنسا؟ كيف؟ كيفك مع البردات بفرنسا؟ أنا بحب البرد وبظهر بمشي بعمل رياضة المشي كل يوم. اليوم كانت الصبح 2 لبست وعادي ولبس عادي ما تقلت كتير يعني. وقد ايه مشيت؟ ساعة ونص. حلوين؟ بالفعل راغب رياضي وبيهتم جدا بصحته ورشاقته، والأمر نفسه بينطبق على أولاده. بالحديث عن العائلة، رنيم سألت راغب قديه بيعتبر إنه نجح بالتوفيق بين عائلته وفنه. نسيت كيف كبروا، والله نسيت، مع إنه كنت سفرهم معي كل الوقت، بس الحياة كتير سريعة. اليوم شهر والشهر سنة والسنة 10 سنين، يعني اللي كانوا يحسوه قبل يوم نحن عم نحسه شهر، شهر بيوم واحد يعني. فما بتذكر كيف، اسم الله اسم الله عليهم، كيف صاروا شباب قدامي ما بعرف، لأنه الحياة كلها أخذتني حفلات وبروفيت وأسفار وشو عرفتي وإشي وأعمال تاني. سو أنا ما عندي محطات ركود ركود، لا ما عندي. عن جد عن جد العمر رقم. يعني أنا كنت قاعد عم أتغدى أنا وابني اليوم، عملوا يا بابا أنت من 20 سنة كنت تيجي تنطنط على هالطاولات، أنا حاسسهم أسبوعين. بالعودة للحفل، راغب تحدث عن تواجده بباريس وعن لقائه بجمهوره بهالحفل اللي صار سولد أوت قبل موعده بأيام. جاي اليوم لغني بالجران ريكس، ناس أول جاي مرة، أول مرة هون، بس قبل بالأولمبيا أكثر من مرة، 3 مرات. بس هون مسرح أكبر، كانوا هون مسرح أكبر، بس النجاح اللي شفناه بالأولمبيا كان منقطع النظير. ولهالسبب يعني الشركة المنظمة قالت لي بدي صالة أكبر، ما عم بتساعنا هاي، وما مع هيدي كنا عم فكر نعمل حفلتين أو 3. الناس جايين من كل المطارح. شفنا برا كانوا عم بيشرعوك عم بيقولوا لك إنه بدنا تيكت، ما في فول. أوه على السوشيال ميديا كتير بيبعتوا لي وبيسألوا إنه بتصدق إيه؟ أنا عم بعمل واسطة لعائلتي للإيلوم كراسة. إذا بدك تفكري بالتعب ما بتشتغلي، إذا بالباشن ما في شيء متعب. أثناء اللقاء رنيم سألت راغب على أي أساس بيختار الأغاني اللي بيقدمها بحفلاته، خاصة إنه أرشيفه كتير كبير ومن الصعب اختصاره بحفل واحد. أنت بتعرف إنه قبل ما أطلع على المسرح بثواني ببعت المساعد تبعي يقول له للمايسترو بشو يبلش بأي أغنية؟ ليه؟ بكون يعني بناء على شو حسيت؟ لا بكون صرت جوا هلا شو عبالي يفوت. اوكي بكون صرت واصل انه ما في فكر لا شو بدي البس قبل بوقت كتير. بتحب تشتغل؟ لا انه مثلا جاي على الحفله مثلا هون معي 5 بدلات لقرر وحده البسها اللي حاسس، والخمس بدلات تتحضروا نكووا تعلقوا مش عارف شو وكل الاكسسوار تبعهم. ما بقرر هلا الا لما بيقولوا لي السيارات واصلين وبدنا نمشي على المسرح، بفوت على الفيسيار بقرر بدي البس هاي. بالختام راغب كشف لنا عن تحضيراته الفنية للفترة القادمة. بعد العيد عندي أكثر من أغنية حينزلوا. أول وحدة حتنزل اسمها شو عامل فيي، أغنية رومانس فيها أوفر لاف أوفر، وبظن إنه الكل حيلهطها لهط يعني الأغنية. حيلاقي حاله فيها. إيه وهي لحن يوناني. ملحن وكنت نزلة باليونان قبل، خدنا حقوقها من الملحن صديقي كيرياكوس بابادوبولوس، كتب كلماتها محمد علي عثمان، وزع ناصر أسعد وصورها بيك كودز كمان يوناني. ومن بعدها تتوالى الأغاني بإذن الله، إن شاء الله نقدر نوصل لقلوب الناس كلها بكل أغاني عم ننزلها. بكنوز الدنيا وبحب